بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. كما شاهدتم يعني من العنوان يعني يبدو نوعا ما غريب، من خلاله يمكنك مباشرة جعل صورتك كما أشرت يعني تبدو أجمل إذا كنت قد مثلا قد التقطت صورة وتظهر يعني بعض البقع السوداء أو شيء من هذا القبيل على صورك الشخصية، فيمكنك التعديل عليها أو مسح هذه البقع وإضافة إليها يعني بعض التأثيرات إن صح التعبير مكياجتها يعني عبر موقع سوف نشرحه في هذا الدرس. طبعا يمكنك الاستغناء عن برنامج فوتوشوب إذا كنت لا تتقنه نهائيا أحباب في الله. فكل ما عليكم فعله تسجيل الدخول للرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع تقوم بالضغط هنا مباشرة في الوسط، ثم يعني تنتظر قليلا لحين يتم تسجيل الدخول لهذه الواجهة. بعد ذلك تقوم بالضغط على أبلود وسحب يعني الصورة التي تريدها. مثلا سوف أعطي نموذج عن هذه الصورة. بعد سحب الصورة مباشرة فيمكنك إضافة إليها مجموعة من التأثيرات، تضغط هنا وإضافة مثلا بعض الضوء أو شيء من هذا القبيل إلى غير ذلك. ما يهمني كثيرا أنا شخصيا هذا الخيار من خلال مثلا إضافة يعني بعض البياض أو إزالة يعني البقع إلى غير ذلك. فمثلا لو اخترت هذا الخيار الثاني ثم اختار حجم الفرشاة كما سوف تشاهد وهنا، فيمكنك التعديل مباشرة إضافة يعني بياض أو شيء من هذا القبيل على صورتك الشخصية إن صح التعبير. هنا يعني سوف تتحكم في حجم البياض الذي يظهر يعني في الصورة بشكل عام. فيمكنك التعامل مع الموقع يعني بشوي بشوي لحين ما يعني تفهمه مباشرة أحبابي في الله. وسوف تشاهدون يمكنك إضافة بياض لصورك الشخصية إن صح التعبير عبر فقط التحكم هنا في حجم أو يعني حجم الدائرة، ثم تبدأ في تلوين إن صح التعبير بأي لون. يعني تستطيع جعل يعني وجهك أيضا ورديا ويعني بهذه الطريقة البسيطة أحبابي في الله كما سوف تشاهدون. يعني أقوم بإزالة جميع التشوهات إن صح التعبير الموجودة في الوجه بأسهل الطرق. يمكنك اختيار كما أشرت اللون الوردي حتى تظهر يعني صورتك الشخصية بشكل أجمل. يعني لا تنسى أيضا العنق يعني حتى تكون يعني الصورة يعني منسجمة إن صح التعبير. قمت بهذه الطريقة بسرعة كبيرة جدا فقط لأعطوكم يعني فكرة حول الموقع. طبيعة الحال تضغط على أبلي على أساس تطبيق مباشرة. فيمكنك أيضا يعني إضافة اللون يعني لعيناك، تغيير لون عينك مثلا إلى أي لون تريده فقط بتصغير أكثر يعني حجم الفرشاة إن صح التعبير، ثم اختيار أي لون تريده. مثلا سوف أختار اللون الأخضر، ثم تبدأ يعني في تلوين عيناك كما سوف تشاهدون تظهر الحين باللون الأخضر أحبابي في الله. نفس الشيء بالنسبة للعين يعني الأخرى كما سوف تشاهدون. طبعا يمكنك تلوينها بأي لون آخر، تضغط على أبلي وخلاص. فيعني الموقع يتوفر على إعدادات أخرى يعني يمكنك التعامل معها، مثلا إضافة ضوء يعني إلى صورك الشخصية. مثلا هنا سوف أختار تلوين الشفتين أو شيء من هذا القبيل باللون يعني مثلا الوردي نوعا ما هكذا إلى غير ذلك حتى تظهر يعني أكثر وسامة، تظهر مهند عليهم. بعد التلوين يعني بطبيعة الحال على حسب ذوقك صورك الشخصية بشكل يعني بهذا الشكل سوف نقوم بتخفيض نوعا ما اللون أو يعني بهذا الشكل بهذه الطريقة عن مرحين ما تظهر يعني الشفتين ورديتين. يمكنك يعني في الأخير يعني حفظ صورتك الشخصية. أذكر بأنك يمكنك التعامل مع الموقع بشكل يعني شوي بشوي. بعد ذلك تضغط على الصوت ثم تضغط على الصوت وتختار مكان حفظ الصورة، وسوف تتوفر على صورة يعني أكثر وسامة مما كانت عليه بطبيعة الحال. أتمنى أن الدرس قد أفادكم أحبابي في الله.
طبعا شرحنا خدمة هذا الموقع البسيط الذي قد تجعل منه يعني من خلاله يعني صورك الشخصية أكثر جمالا، وتقوم بمشاركتها مع أصدقائك على الفيسبوك. لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا www.pontegla5.com ولنميل صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1981. فولا أيضا لا تنسى الإشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.